كبيرة. هو الفاعل الجميع الحبيب ما وجهه تحول إليه البلاد الغربية أحرف البلاد الإسلامية وبين المسلمين. ما كان كاب درجات وحرام جرب نعرف درجات منين جاي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بخير نهنى ونرحب بشباب مقاطعة مسلمين. هذه الوثبة وهذا الخروج اليوم اللي مشارككم فيه المجتمع الموريتاني كامل. الناس كاملة تختلف في الشغلة وتختلف في اللون وتختلف في السياسة
غير خلق رواية واحدة متوافق عليها المجتمع الموريتاني كامل هي الديانة الإسلامية. عجبتني ذي الكلمة اللي قالها الأخ المتحدث الأول يعقوب، أعلني لعاد وتلاميذ وتلميذ وشباب وخاضوا المرة الماضية مجال الضوء والله مجال الإحصاء والله مجال الماء، اليوم ماخذين واخذ معاهم المجتمع الموريتاني كامل للاستذكار فعلة شنيعة. وهون ما يتكلم حد قاعد بس مو مسود، ولا يتكلم بس مو حاكم، ولا بس مو كوميسار، ولا بس مو تلميذي، يتكلم على اساس انه مواطن موريتاني مسلم شاهد للاسف هذا الفعل الشنيع اللي مستغربه تماما ومستنكره تماما واللي ما كان متصور على انه يخلق في هذا البلد الاسلامي. موريتانيا فيها التعبير السياسي الحر، وفيها الاحزاب السياسيه، وفيها حريه الصحافه، وفيها المجتمع المدني، وفيها حقوق الانسان. هذه المنظمه العمل اللي كانت تقوم به مع انها ما هي منظمه مشرعه يا غير، كانت عندها حق ممارسة نشاطاتها ما يتعلق بالمواضيع ما يتعلق بمكافحة العبودية. مكافحة العبودية خلينا نقول اعلن نقصش إلهي وعدلها هو تجريمها من خلال دستور الجمهورية الإسلامية الموريتانية. وعلنها فعل مستاوي المجتمع الموريتاني كامل مستاوي باستنكاره ومستاوي بمحاربته. به للناس سواسجة ولا يفرقهم إلا التقوى، وبه للمجتمع الموريتاني مجتمع موحد ومجتمع حاكم عليه التاريخ على النعود، مجتمع موحد مجتمع موحد من الناحية الثقافية ومن الناحية الحضارية ومسان اللي وحده دينه الإسلامي. معناها أعلن قضية مكافحة العبودية ما عنده بها علاقة إطلاقا، في اللي قضية مكافحة المجتمع الموريتاني كامل والتجاني كامل في مكافحة كلها إلى عاد خالقة فيها مجالس مخلفات، مطالب المجتمع الموريتاني وخاصة الشباب بمكافحتها والمضي قدما من أجل القضاء التام على هذه الظاهرة الشنيعة اللي عانى منها مجتمعنا عبر الأجيال الماضية، واللي الحمد لله لكم احنا خطى حزيزة من اجل التخلص النهائي منها. خالق اللي ما هو محل نقاش، لا اذا قام بها رقاج اخضر ولا قام بها رقاج ابيض ولا قام بها اي رقاج سوى شنو هو تدنيس الدين الاسلامي مقومنا الحضاري. ديننا الاسلامي هو كل الاعتبارات، ولا هو خاضع للسياسه، ولا هو خاضع للحقوق المدنيه، ولا هو خاضع لحقوق الانسان. فيه اللي فوق حقوق الانسان وسبقها ولا هي بقراها. اذا معناها ان مستنكرين معاكم جميعا هذا الفعل، وان شاء الله تعالى سيتم الابلاغ عن هذا الحش وعن هذا الخروج الحماس لهذا المجتمع الشبابي بكامل طيفه وبكامل الوانه من اجل استنكار هذا الفعل الشنيع اللي خلق والملامس على مستوى هذه المنظمه، ونشارككم استنكاره. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Yeah.